اهلا يا حبيبي. مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا عماد؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اخبار شغلك ايه؟ تمام. كله حلو؟ ايه رايك؟ حلوين قوي. شفت كبروا ازاي؟ ماما انا كنت عاوزك. خير في ايه؟ تعالي نقعد. تعال حبيبي. انا قعدت مع بابا جان و ها قال لي انه مش عايزنا نسكن في شقه التجمع، عايزنا نسكن في مصر الجديده. وهو ليه رجع في كلامه؟ انت قايل له على كل حاجه. يعني عايز بنته تبقى جنبه. يا سلام، على اساس التجمع في دمنهور. المهم انت قلت له ايه؟ قلت له اشوف. وشفت ولا لسه؟ لسه. بذمتك لسه؟ ايوه. انت هتجيب فلوس شقة في مصر الجديدة منين؟ يعني فكرت ابيع شقة التجمع. هتجيب لك كام يعني؟ انت عارف اقل شقة هنا بكام؟ عارف. انت عايز ايه يا عماد؟ انا مش عايز حاجة، انا بفكر معاك بصوت عالي. والله صدقيني مش مصدقك. ما علينا، تعال نفكر انا وانت برضو مع بعض بصوت عالي. انت عايز تاخد الشقة دي وعايز تجيب لي شقة قانون جديد صغيرة جنب الكنيسة، عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلك. ليه بتقولي كده؟ عشان انت عايز تسمع كده. انت عارف كويس ان انا مش هرضى اقعد مع مراتك، والشقة دي تمليك، يعني في النهاية بتاعتك. فلوس شقة التجمع وضب الشقة هنا، بس من فضلك يبقى ادفع لي ايجار الشقة اللي هتاخدها. يا ماما انا اتفقت انا وبابا جان انه هيوضب لي اوضة عشان يساعدني. ده انتوا اتفقتوا كمان. العموم اي حاجة تساعدك انا هعملها، حتى لو كانت اني اخرج من بيتي. يا ابني ماما انا مش قادر. سيبني لوحدي، سيبني لوحدي يا عماد، سيبني لوحدي من فضلك. الو، انت فين؟ ليه انت فين دي؟ انا زهقت من الطريقه دي على فكره يا هدين. الناس تقول صباح الخير صباح النور، مش انت فين؟ ها خلصت؟ ايوه خلصت. انت فين بقى؟ في الورشه يا هدين. هكون فين؟ يا سلام. طيب ثانيه واحده، ثانيه واحده. ارتحتي؟ خلاص. يعني انا مش فاهم، يعني انت بتغيري عليا وانت مطلعه عيني ومطلعه روحي ومنيماني على الكنبه، في ايه يعني؟ حبيبي انا ما بغيرش عليك، انا كل اللي يهمني كرامتي، فلو فكرت انك تجرحها. انت عارفه احلى حاجه قلتيها ايه يا هديل؟ حبيبي. سلام يا سيف. هديل انت خايفه ان انا اخونك؟ ما هو عشان لو انت خنتني هتبقى علشان عينك الفارغه يا ضعيف، مش عشان انا ينقصني حاجه.
حبيبتي اللي انا اعرفه الخيانه دي لما اكون بعمل معاكي حاجه واعملها مع غيرك. طالما ما بعملش معاكي الحاجه دي وبعملها مع غيرك ما تبقاش خيانه خالص. الكلام ده عند الحاجه الماما بتاعتك. بطلي قله ادب. يلا خلاص بقى اقفل. انت اللي متصله على فكره. اوكي يلا. يا هديل على فكره انا احتمال ابات في الورشه النهارده. ليه بقى ان شاء الله؟ عندي شغل كتير. يعني مش مع محسن؟ محسن ايه يا بنتي؟ بقولك عندي شغل في الورشه. خلاص كلمني برضو. ماشي يا هديل. اوكي باي. ماشي يا سيف ماشي. الو ايه يا سيف انت فين؟ ايه حكايه انت فين؟ كل واحد يكلمني يقول لي انت فين. هو عشان اختفيت شويه يعني امبارح كنت في البيت يا انجي؟ لا بدل في البيت يبقى تمام كده. قولي بس اخبار صحتك ايه يا بنتي؟ انا كويس مفيش حاجه تطمني. تفوت تطمني عليه. هو اللي اتدغدغ. هو كلمك ولا ايه؟ كلمني قال لي ان هو مسافر ولما يرجع ان شاء الله قال هيسيبني افكر عشان قلقين اتجوز. جواز تاني؟ هو الراجل ده بيحسش مفيش كرامه خالص؟ انا بقول له ما عندكش كرامه يقول لي لا مفيش كرامه في الحب. المهم بس ان انا فهمته العلاقه اللي بيني وبينك عشان ما ياذيكش ولا يعمل لك حاجه مش كويسه. ياذي مين يا ماما؟ هو بعد العلقه اللي خدها دي هيقرب مني تاني؟ وبعدين تقولي له ليه على علاقتنا؟ هو ماله؟ تتكلمي ليه اصلا؟ لا انت فيك اللي مكفيك يا سيف. انا مش عايزه يحصل مشاكل اكتر من كده. سيبك من الكلام ده انجي. انت بتعملي ايه؟ انا كنت بشتري لابتوب وكده. قولي انت فين؟ انا في الورشه عندي شغل. طب هشوفك بالليل. مش عارف. بص انا احتمال بايت في الورشه عندي شغل كتير. طيب خلاص يبقى كلمني بقى. اوكي يا حبيبي باي باي. باي باي. انت يا عبد الله؟ ايه ده عزه حافظ؟ وحشاني. انت كمان عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت فين؟ انا اتجوزت وسافرت وكده يعني مشاكل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعمل ايه في حياتك دلوقتي؟ ولا حاجه. كنت بشتغل في الامارات ولسه راجعه. لسه بشوف بقى هعمل ايه. طب كويس. لسه بتكتبي؟ طب قولي لي انت فاضيه دلوقتي؟ فاضيه. طب ايه رايك اعزمك على كوفي نتكلم شويه؟ طيب خلاص. نتكلم مين يعني؟ مين احنا نتكلم؟ يا بنتي انتي مستعجله كده ليه؟ هتعرفي كل حاجه. كنت لسه في سيرتك وهقول لك انا كنت في سيرتك مع مين. طيب خلاص يلا بينا. يلا بينا. قولي لي بقى اتجوزتي ولا لا؟ اتجوزت وطلقت. بصره. بصره حلوه قوي. العروسه دي كانت بتاعت تيتا وادتها لماما. حلو قوي بس فعلا شكلها قديم. تفتكري لو انا جبت بيبي ممكن اديها لها؟ طبعا ان شاء الله تجيبي بيبي وتديها لها. بس انا بقالي كتير قوي ما لعبتش بالعرايس دي. انا مش فاهماك يا هنا. حد يكون عنده كل العرايس دي وما يلعبش بيها ويرميها كده؟ انت غريبه جدا. ثانيه واحده. الو. ايه يا ساره؟ بجد يا ساره ميرسي قوي. ميرسي على ايه يا حسام؟ ده شغلي. بجد هنا بنت متميزه جدا وسابقه سنها. مش عاديه خالص. انا لسه كنت بقولها كده. طب قولي لي احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مفيش اي حاجه. احنا كده خلاص خلصنا الكورس. هشوفها مره كل اسبوع بعد كده مره كل اسبوعين شويه شويه بس ده هيكون فور فري. يا ستي انت تؤمري اللي انت عايزاه. ميرسي يا حسام. بقولك يا ساره انت ما فكرتيش تعملي كتاب فيه كل الحالات اللي انت عملتيها؟ لا الصراحه ما فكرتش. طيب لو فكرتي قولي. وعلى فكره انا حولت لك حساب الكورس على رقم الحساب بتاعك. اوكي ميرسي باي. الفرح الأساسي هو بربنا. وجود الله في قلب وحياة الإنسان. يقول الكتاب افرحوا بالرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا. الفرح الإلهي يسمو بالإنسان فوق الأحداث فوق الظروف. سامع يا أمال؟ سامع يا بنتي؟ سامع بس أمجد حالة خاصة. خديه وروحوا الكنيسة. احضروا اجتماع في الكنيسة قربوا من ربنا. ما بيحبش. مساء الخير. ازيك يا امال؟ ازيك يا لولو؟ بابا عماد خلاص قرر ياخد الشقة بتاعت مامته وهنوضبها على طول. دي شقة حلوة قوي بس محتاجة توضيب كتير.
ايوه ما هو هيبيع الشقه بتاعه التجمع وهناخد فلوسها ونوضب بيها. قلت له يكتب الشقه باسمك؟ انت ازاي بابا عايزني اقول له حاجه زي كده؟ احنا لسه مخطوبين. طبعا ما ينفعش بس لازم. انا ما كنتش متوقعه ان امه تسيب له الشقه ابدا. ولا انا. ده بني ادم لزقه باين عليه بيحبك. اه يا بابا فعلا هو بيحبني قوي. يا ناس انا بنتي جميله وتتحب ومفيش زيها خالص. هي جان تتحب فعلا بس امجد بقى. وامجد برضو مفيش زيه. هو مفيش زيه بس في الكذب والقرف. امال طنط ابنك بايظ. تعالي يا زين بس نقعد نتكلم مع بعض شوية. هو كله شغل وشغل وشغل. ما نقعدش كده ندردش ونحكي. أنا أصلاً ما بعرفش أقعد معاك خالص. على طول أنت قاعد مع أستاذ حمزة. لا بس قولي الشياكة تجيبها منين؟ أنت بتجيب نفسك منين أصلاً؟ مشروع الأسر المنتجة. المتناهيات الصغر. عندهم حاجات حريمة يا أبلة. طلقة بتعجبك والله. ليه أنا؟ طبعاً. قولي. تشرب شاي معايا؟ الله يكرمك. مش عايز شاي؟ لا لا. طب احكي لي بقى. هو انت تعرف استاذ حمزه من امتى ولا تعرفتوا على بعض ازاي؟ يوه ده موضوع كبير قوي يا استاذه. ايوه طب ما تحكي لي. انا عايزه اعرف تعرفتوا على بعض ازاي. انا كنت مطاريد الجبل قتل قتله يعني. يخرب بيتك. بسرق ايته حاجه اي حد ايته حاجه بقر جاموس محصور لحد ما قابلت الاستاذ وهو بقى خلاني حارس على ارضه قبل ما يبيعها. وبقى ارضه؟ بقى ارضه ليه؟ ما اعرفش يا استاذه ماليش فيه. ده موضوع بقى ماليش فيه. طيب هو ايه؟ اخشى اخشى. يخرب بيتك. تموين بيك. تموين بنأمن المنطقه. تموين ايه؟ منطقتي احنا قاعدين لوحدينا. خس عليك نسيتني كنت هسألك اقول لك ايه. هو مراته ماتت امتى؟ الاستاذ مش متجوز اصلا. مش متجوز ازاي يعني؟ هو قالك كده؟ ها؟ لا متجوز. يو يا زين ما ترسيني على بر. انت شويه متجوز لا مش متجوز. قول بقى واحكي. بصراحه ما اعرفش يا استاذه. هو بيقول لكل الناس كده بس هو بصراحه مش متجوز. مش متجوز؟ طب هو بيقول كده ليه؟ ما اعرفش يا استاذ بس ابوس ايدك اوعي تقولي له ان انا قلت لك. ابوس ايدك اوعي تقولي له ان انا قلت لك. لا لا خلاص مش هقول. ابوس ايدك اوعي تقولي له ان انا قلت لك. خلاص يا زين مش هقول مش هقول. تلتة تبتة ابوس ايدك اوعي تقولي له ان انا قلت لك. يا واد انت بتستهبل وعمال تبوس في ايدي. هناك فرق. مش الاستاذ حمزه؟ احنا وصلنا للفكره دي لان كلنا عندنا نفس الهدف وخصوصا في الظروف دي. عجبني قوي اسمها الرجل. لا وخلي بالك دي اول مجله بتتكلم عن اي حاجه تخص الرجل. لا والحلو فيها انها ملهاش اتجاه معين يعني مش سلبيات بس او ايجابيات بس. بصي يا انجي احنا فعلا ما عندناش النيه ان احنا نتكلم عن السلبيات بس. طبعا انت عارفه المجتمع اللي احنا عايشين فيه وقد ايه ده مجتمع ذكوري وطبعا بيعظم الراجل قوي. فلو اتكلمنا عن السلبيات بس مش هتبقى حلوه. وده طبعا يعني على مستوى سياسي بزنس حتى في بيوتنا يا بنتي. انت عارفه احنا هدفنا ايه؟ ان احنا نخلي العين تشوف الحقيقه سواء الحقيقه دي بقى كانت ايجابيات او سلبيات. اه بس هي الحقيقه ان السلبيات اكتر بكتير. اوه ده اكيد. انت عارفه النهارده الصبح كنت لسه بتكلم عنك عن اتنين معايا في المجله وقلت لهم قد ايه انا كان عندي واحده صاحبتي ايام الجامعه كانت بتكتب حلو قوي وكان دايما ليها وجهه نظر عن الراجل مختلفه عن اي حد. فمش معقوله يعني لما اقول الكلام ده عنك وقابلك بعد كام ساعه يبقى انا غلط. اكيد انا صح. انت عايزاني معاكو؟ طبعا. بصي المجله دي فيها ثلاثة انا وصفاء وهايدي وانت الرابعه بتاعتنا. خلاص انا عايزه اشتغل معاكو. لا انت مش هتشتغلي معانا انت هتشاركينا. انت اساليهم الاول. اسالهم ايه؟ اولا هم شبهنا انا وانت جدا. ثانيا انا رئيسه التحرير. طول عمرك زي ما انت مش هتغيري ابدا. ايوه طبعا زي ما انا مش هتغير. خلاص انا معاكو. اوكي احنا كل حاجه جاهزه بس ما فضلناش غير المقر بتاع المجله ويعني بقالنا كام يوم بندور عليه. لا المقر ده عندي. لا بتهرجي. اصل انا واخده شقه ومش محتاجه فيها غير اوضه واحده انام فيها وممكن نخلي بقيه الشقه المقر شارككم بيه. بصي انا مش عايزاكي تقلقي خالص احنا كل حد بيشترك بحاجه بيبقى ليه نسبه وبتتكتب في العقد. يعني هايدي مثلا باباها عنده مطبعه فهي مشاركانا بالجزء ده
طبعا ده غير شغلها يعني. ها ايه رايك؟ خلاص انا معاك. عرفتي بقى ان احنا ما اتقابلناش صدفه النهارده؟ ألف مبروك يا سيف. ألف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا غادة. الله يبارك. خدي يا غادة خلي الورقتين معاكي. أنا مش محتاجاهم، خليهم الاتنين معاك. أوكي. واتمختاري يا حلوة يا زينة يا وردة من جوه. تعمل إيه يا أهبل يا أهبل؟ أهبل ليه؟ النهاردة عيد ميلادك، عيد عرسك، لازم تكون مبسوط. أنت مش مبسوط ليه؟ مبسوط يا حبيبي مبسوط. بعدين مالكش دعوة. مبسوط ولا لسه هينبسط؟ يا سلام. احنا بقى كده هنسيبكم. ها راح فين يا ابني؟ لا النهارده مش هبات بقى، انا عايزك تبسط كده وتتمتع وتعيش حياتك وتفرح مراتك حبيبتك. يلا بينا. خلي بالك منها، لو سمحت ما تزعلهاش يا سيف. سيف يا ابني لازم تعرف كويس قوي ان احنا تعبنا في تربيه الانسه غاده، وبعدين احنا بناتنا ما بنرميهاش لاي حد. مش بقول لك تعبنا في تربيتها؟ يلا انا هسيبك بقى. باي باي. اطلع بره يا محسن، اطلع بره. باي باي. بره. خد يا غدا. ايه ده؟ طيب يعني مش وقته، خليها بعدين. معلش كده احسن، خليني اول كل شهر. ماشي اللي انت شايفه. طب ايه؟ تحب نقعد جوه شويه؟ بصي خلينا نقعد مع بعض هنا الأول شوية كده، نتكلم، نشرب حاجة، نشرب سيجارة، بعدين نبقى ندخل. ماشي براحتك. أنا هخش أجيب حاجة نشربها. لا لا ما تعملش أي حاجة، أنا هجيب لك كيس. بتحب يعني مويه ولا صودا ولا كولا؟ يعني صودا. ماشي. سوري انا عارفه اني اتاخرت عليكي، سامحيني. لا خالص، انت كنت فين؟ كنت في المعرض بجيب الفلوس بتاعتي، انت عارفه بقى ان اخر يوم بكره وكده. ما الولاد عندي راجعين بكره. ايه طمنيني بقى، الراجل حجز لك التيكت بتاعت الطيران ولا لا؟ طب ايه؟ طبعا حجزها. طب ايه؟ طب ايه هسافري امتى بكره؟ بكره 5 الفجر. طيب ويا ترى بقى نسيتي التيكت بتاعتي ولا جبتها لي؟ لا جبتها. اتفضلي. بجد مش عارفه اقول لك. ادي التذكره. ثانك يو. ويلكم. طب بصي احنا نعمل حاجه كده صغيره. ايه؟ بصي لي كده، ركزي معايا، ركزي ركزي. ايه؟ اعزائي المشاهدين، يتم الان تخليد ذكرى ان الاستاذه هبه ادتني انا الاستاذه علياء تذكره الى الاتوبيس، واستحاله من الفرج والمرج والفرحه وكل حاجه حلوه. والجدير بالذكر كمان ان هبه ادتني تذكره ببلاش. ثانكس تو هير. انا بجد مبسوطه قوي ان انا اتعرفت عليكي. وانا برضو. الو الو، ازيك؟ انا كويسه. قوليلي محسن جنبك؟ لا. طب كويس، امال هو فين؟ جاي دلوقتي، نازلين نتعشى بره. ليه؟ هو جوزك فين؟ بيقولي ان هو في الشغل، بس انا قلت اتاكد. لا هو فعلا مش مع محسن. خلاص هسيبك بقى. هاف ا نايس تايم. لو عرفت اي حاجه هكلمك. ميرسي يا حبيبتي، باي باي. أقول لك على حاجة؟ أنا شكلي اتسطم. طب وماله؟ بس أنا كده سيبك وأخش أنام. خش نام. طب ينفع؟ أسيبك وأخش أنام يوم فرحنا؟
أنا هقعد معاك. خلاص اقعدي. هو أنت إيه يا عم؟ دماغك مصفحة؟ يا عم أهو بيقولوا عليا كده. ماشي. بقول لك إيه؟ أنا هخش أغير وأجي لك. ماشي. بس أنا عايزة أقول لك على حاجة. قولي. أنا ليه حاسة إن أنت كده ومش مبسوط معايا؟ ليه بتقولي كده؟ أصل الواحدة مننا لما يبقى معاها راجل بتحس بيه أكتر من نفسها. فعلا؟ فعلا جدا. بقول لك إيه؟ احكي لي عن مراتك شوية. لا. ليه؟ من غير ليه؟ عشان مش عايز أحكي. طب ماشي يا عم الفكي. ما تحكيش. أنا هخش أغير وأجي لك. فعلا. انتي فين؟ انا لسه في القناه وبعدها كلمتك الصبح ما ردتيش عليا. تعرفي انا ما مشيتش من القناه وهكمل. برنامج بقى حلو قوي على فكره يا ساره. بجد مبروك. كل ما اقول قفلت ترجع تفتح تاني. طب كويس الحمد لله. قولي لي بقى انتي عامله ايه؟ انا تمام. طب انا شكلي هرجع انام على طول علشان عندي الصبح شغل بدري قوي. خلاص يبقى نتقابل بكره. تمام. هو انتي في حاجه؟ لا لا انا كويس. ماشي هكلمك الصبح. اوكي باي. اوه عايزه ايه؟ تعملي ايه؟ في البيت قاعده مستنيه محروسه ما اشوف هيرجع لي امتى النهارده. هو انت فين دلوقتي؟ ايه الغباوه دي يا بنت؟ ما قلت في البيت. عارفه هخلي النهارده ليلته سودا وحياه امه. بالراحه يا هديل مش كده. ايه اللي بالراحه دي؟ انت مش فاهمه في اللي انا بقوله. والله العظيم نعمل عليه حفله النهارده. طب ابقي طمنيني. باي. ماشي يا سيدي. ماشي اديني قعدك. الف الورشه. ماشي ماشي. الو انا جايلك في الطريق. طب يلا بسرعه مستنياك. طيب حضري الطاولة على بال ما اجيلك. اوكي ماشي يلا باي. Thank you.
مساء الخير. يعني ما بتش. انا قلت احتمال ابيت. يعني انت كنت في الورشه يا سيف؟ ايوه حبيبتي، امال هكون فين؟ يا راجل ده انا معديه عليك في الورشه لقيتها مقفوله. انا خلصت شغل وخدت موتوسيكل ووصلته للزبون وجيت على البيت. يمكن انت جيتي بعد ما انا قفلت. جاهز؟ ردودك على طول جاهزه؟ بس برضه مش عارفه يا سيف، مش مصدقاك، حاسه انك كذاب، معرفش ليه. وهكدب عليك ليه بس يا حبيبتي؟ ماشي، بس خلي بالك مسيرك هقفشك. ايه مسيرك هقفشك؟ ده انت قفش حرامي. اصخم اصخم يا سيف. طب بصي بقى، طالما انا ما بقيتش في الورشه ورجعت البيت، تعالي نقعد مع بعض نتفرج على فيلم. يعني ايه؟ انت بتقصد ايه بالظبط؟ فيلم عادي والله. انت ليه فكرك راح شمال؟ انا شمال؟ انا شمال يا كذاب يا كذاب. طيب تعالي الاول ننقي فيلم، نشوف الفيلم اللي انت عايزاه ونتفرج عليه. شمال بقى، يمين، فوق، تحت، زي ما انت عايز. بس يا ستي وقال ايه؟ اخيرا مامته قررت تتعطف علينا وتتنازل عن الشقه العبيد. طب كويس. يعني مش كويس قوي، الشقه عايزه تتوضب توضيب فظيع، وانا قررت اغير كل الارضيات اعملها رخام. اه بس خلي بالك الرخام غالي. يعني مش موضوعي غالي رخيص، هيدفع انا مالي يعني. انت مالك يا سو؟ مش مظبوطه، مش عجباني كده. ليه؟ انا كويسه. طب العبي، انت مش كويسه، انت بتكذبي صح؟ بس انا اكتشفت النهارده ان انا حامل. بجد يا حبيبتي؟ الف مبروك. نهار اسود ومنيل. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. أنا صحيتك؟ نامي تاني. أه صحيتيني، بس أحلى مرة أصحى بحياتي. حبيبتي البيت كان مضلم من غيرك يا هبة. بابا فين؟ زعلان منك. ليه؟ أنا عملت إيه؟ مش عرفني. أهو عندك بره، روحي شوفي حالك معاه، أنا هعمله الفطار وأنت بقى اتصرفي. ماشي. يا بابا وحشتني قوي. ايه يا بابا، انت زعلان مني ولا ايه؟ يا بابا انا كنت بكلمك كل يوم. انت ازاي ترجعي من المطار لوحدك في الفجر؟ ما قلتليش ليه عشان ابعتلك السواق والعربيه؟ يا بابا انا ما... سيبيني اكمل كلامي، سيبيني اكمل كلامي. ازاي اقدر انام وانا مش عارف ان بنتي في الطياره؟ ها؟ ازاي؟ اهدى يا حاج، اهدى اهدى اهدى. ممكن انا ما رضيتش اقلقك، ان موضوع الطياره ده جابه الصدفه، فقلت اعملها لكم مفاجاه واديني جيت. ولو ولو ما تعمليش كده ابدا وبتاتا. حلوه بتاتا دي يا حاج. اتريقي يا اختي على باباه، اتريقي. اه بتاتا و60 بتاتا. لا والله عجباني الكلمه. عملت ايه في المعرض؟ عملت حاجات كتيره، وعايزه اتكلم معاك في موضوع كده. موضوع كده؟ موضوع كده ولا كده؟ ها؟ خلاص تعالي لي شغل النهارده نتكلم في الموضوع اللي كده. طب ممكن نفطر برا احنا الثلاثة، أنا وأنت وماما؟ لا 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 حبيبتي، أنا عندي شغل متلتل. بليز يا بابا، علشان خاطر ماما،
افتكر برضو ان هي بتعمل لك العكاوي والكوارع. اصلا جو البيت كان شكله عالي وانا مش هانا. لا بيت بابا. يلا بقى عايزه اتكلم معاك. يلا يلا يلا. يلا يا حبيبي علشان نروح النادي. مش عايزه اروح النادي. ليه يا حبيبي بس؟ هو انت هتفضل قاعد كده لوحدك في البيت؟ مش عايز حد يشوفني وانا كده. ومالك كده بس يا حبيبي؟ ما انت كويس. اعلى ما بشوفش. لو سمحت وديني البيت. يا حبيبي هنروح بس نقعد شويه في النادي. لا. ايه يا ماما؟ يلا عشان نمشي. عايز اروح. حاضر. حاضر يا حبيبي، حاضر. يلا، يلا يا بابا. ودي مشكلة بتقرق عديد من الزوجات وبالذات السيدات اللي متجوزات. مثلا موضوع ان زوجها ما بيشاركهاش في القرارات المصيرية لحياتهم. من حقها عليه ان هو يشاركها في القرارات دي. يعني زي مثلا يدخل البورصة ولا لا، يدخل المشروع ده ولا لا، يشتري الشقة دي ولا لا. حتى لو كان رأيها مش هيساهم بنسبة كبيرة. حقيقي. يعني ايه رأيك معانا يا أستاذ حمزة في الموضوع ده؟ طبعا طبعا انا معاكم جدا. الحقيقه في بيوت كتيره جدا بيحصل فيها الكلام دوت، وفي رجاله بتتعمد تعمل كده، وده مش صح صراحه. راي حضرتك كده يعني انت معانا ان لازم يشرك زوجته معاه في القرارات المهمه لحياتهم؟ ايوه طبعا. طبعا الراجل المفروض انه ياخد راي مراته في حاجات كتيره جدا، مثلا زي الاولاد يخشوا مدرسه ايه، نشترك لهم في اي نادي، تحب تاكل ايه النهارده، حاجات زي كده. لكن اسمحوا لي يعني مع احترامي ليك يا استاذه فوزيه، ومع احترامي ليك يا استاذه جمال. عفوا. لا ولا يهمك، السلام على حضرتك. مع احترامي ليك يا استاذه ماهي. افرضي الست تافهه بطبعها او جهله او بهيمه يا استاذه ماهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما ينفعش الراجل ياخد رايها في قرارات مصيريه، لانها ممكن تخرب بيته في حاجه زي كده. ما هو حضرتك بيتها هو بيته، يعني لو بيته اتخرب ما هو اكيد هتتاثر هي واولادها وحياتهم، فهو لازم يشاركها. يمكن ياخد منها مثلا استشاره تفيده في شغله وتفيده في حياته. انت منورانا يا استاذه فوزيه، والله منورانا جدا يا ستي. بقى انا ما اختلفتش مع حضرتك، ما انا قلت لك انه ينفع يتشاركوا في حاجات كتيره جدا، لكن في قرارات انا رايي لازم الست تعرفها بعد ما تحصل، لان لو عرفتها قبل ما يحصل ممكن تقول رايها ويتخرب بيت الراجل. حضرتك قرارات ايه؟ ما هي يعني القرارات اللي ممكن تعرفها بعد، يعني دي اللي علشان تخرب بيته. ما هو احنا قلنا ان الحياه مشاركه يا دكتور. طبعا منورانا جدا. ده حقيقي. يعني انت مثلا ما بتشركش المدام في القرارات المصيريه لحياتكم مثلا؟ انا مش متجوز. يا ستي انا ما اختلفتش، انا بقولت لحضرتك قبل كده في قرارات ينفع الست تقولها، في قرارات مصيريه. اديلك مثال. السيد الرئيس محمد انور السادات الله يرحمه، اعتقد ان هو ما قالش لمدام جيهان هيحارب في 6 اكتوبر ولا لا؟ هياخد رايها في ايه؟ يقول لها حارب دلوقتي ولا استنى شويه؟ يا ترى ادخل بالمدفعيه ولا بالطيارات؟ يعني مش جمعيه هيقبض الاول ولا الثاني ولا ايه؟ قرارات دوله حضرتك، دي قرارات دوله، لكن احنا بنتكلم على القرارات المصيريه بتاعتهم، بتاعت الزوج والزوجه، البيت، الدفى، يعني الراجل رئيس جمهورية بيته ولا ايه؟ رجالتنا المحترمين